مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية. اخر جزء من لقائنا مع حضراتكم النهارده من خلال الاهلي في كل مكان، حوار مستفيض عن الكثير من الامور الكرويه والرياضيه والخدميه والانشائيه والقرارات والرؤيه الاداريه اللي بيدير بها مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب هذه المرحله في النادي الاهلي بعد توليهم اداره امور النادي بعد نجاحهم ونجاح هذه القائمه باكملها في الانتخابات السابقه. امر مهم جدا اشار له النهارده العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، هو توزيع المهام والاختصاصات على مجلس الاداره، على الكوادر اصحاب الخبرات في المجلس، عدد كبير من الكوادر اصحاب الخبرات السابقه، الكابتن العمري فاروق، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ خالد الدرندالي، كابتن جوهر، دكتوره رانيا علواني، فضلا عن عدد كبير كمان من الكوادر الشابه اللي موجوده واللي بتلقى عليها مسؤوليات كبيره في الفتره الجايه وبيتسلموا الكثير من المهام اللي بيتم توزيعها على كل العناصر داخل مجلس الاداره لتولي كل واحد من اعضاء المجلس ملف باكمله والوصول لافضل صيغه بيحققها ثم يناقشها ويتابع ما جرى فيها مع مجلس الاداره، فضلا عن مشوارنا في البطوله الافريقيه. كل الاسئله دي مطروحه النهارده من خلال هذا الحوار مع في استوديو قناه الاهلي وفي الاهلي في كل مكان الناقد الرياضي الاستاذ ممدوح فهمي. مساء الخير يا استاذ ممدوح. استاذ محمد وسعداء بوجود حضرتك. ده انا سعيد شفت حضرتك وعودن احمد للقناه الجميله بتاعتنا. انا سعد بحضرتك دايما على شاشه قناه الاهلي. هنبدا بالامور الفنيه البطوله الافريقيه وننتقل منها الى عمليات التطوير والجانب الاداري والخدمي في النادي. مواجهتنا القادمه مع بطل بوتسوانا، وهو الحقيقه عشان بس انا ما انساش المعلومه ان اتفاجئنا انه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الويكيبيديا هو له 5 أو 6 اسماء الفريده، يعني كان اسمه الاول مايتي تايجرز وبعدين بقى اسمه تاون شيب رولرز وبيستخدموا له 3 أسماء تانية، بلوز اوف سي تالا وبوبا بوبا، ويعني النادي ده له حكايه غريبه جدا. هو اسمه الرسمي حاليا تاون شيب رولرز. هو الباقي ده كله بقى دلع وبتاع، الباقي ده الاسماء اللي بيستخدموها تسميات او مصطلحات او اسماء الشغل. رايك ايه في المباراه اللي جايه؟ لا المباراه الجايه صعبه لان هو الفريق عنده نزعه هجوميه تقلقك تزعجك، وده ظهر في الماتش الاولاني. بدينا وصل للجون عندنا اكثر من مره واحنا جبنا الجون متاخر، والجون الثاني والثالث برضو جيهم متاخرين. فانت بتتكلم عن فريق ليس له ناقه ولا جمل، وحاليا خارج الصندوق المنافسه. حاليا الكلام كله عن ترجي، الاهلي، كامبالا. ترجي يعتبر ضامن نسبه كبيره جدا، بنتكلم عن الاهلي وكامبالا. الماتش الجاي ده ماتش مهم جدا، مكسبك ليه 90% تبدل الثمانيه 90%. التعادل ممكن يبقى 70%. انت هل تعتقد ان شكل المباراه هيبقى قريب او مشابه للمباراه اللي فاتت حتى مع حسابات ان احنا بنلاعب المنافس على ارضه ووسط جماهيره؟ ده لازم تعمل كده، ما عندكش حل تاني، لان انت بقول لك انت محتاج الثلاث نقط دول باي شكل باي طريقه. هو فريق مزعج هجوميا ولكن دفاعه ليس مزعج. هو لسه عاملين حضرتك اول امبارح ويوم الاحد كانوا بيلعبوا ماتش في دوره اللي هي بري سيزون افتتاحيه الموسم، افتتاح الموسم كسبوا 2-0 وكسبين دول 4 ضربات الجزاء. المدرب جرب اللعيبه بتاعته كلها وراح الاساسيين، خد البطوله، دخل معسكر لا تقريبا من النهارده بحيث يساعد الاهلي. هو بصير لماتش الاهلي مش بس ماتش ضرب طرف كده، بيلاعب بطل القرن وبيلاعب نادي القرن. الماتش ده جماهيري عندهم فيه كلام اعلامي كبير. الاهلي بالضبط. الاهلي في كل مكان، ده بناء على عنوان البرنامج بتاعك ان دي بطوله خاصه بالنسبه للفريق. هو الاهلي في كل مكان، هو الاهلي، روح اي حته، روح تاون شيب، روح علي شيب، اي حته فيها شيب، هو الاهلي. هو اسم الاهلي، هو بيعمل، هو بيعمل بروباجندا، ده الاهلي، هو ده الاهلي يعني شاء او ابى اي من كان بقى. بس فبالتالي هو بيصير الماتش ده ماتش جماهيري. الاهلي هيقوم تاني امتى؟ هيقعد مع الاهلي امتى؟ الله اعلم. هيخش قرعه تاني امتى معاه؟ الله اعلم. فالماتش بالنسبه لهم جماهيري جدا، في حشد جماهيري رهيب، تذاكر كلها تقريبا على وشك النفاذ هناك. الجماهير محتاجه، عايزه تشوف النجوم بقى اللي رايحين دول، مش عارف بقى بيتكلموا عن محمد الشناوي اللي هم خدوا في كاس العالم، احمد فتحي، مش عارف مين. فالناس دي واحد بيتفرج على اللعيبه. هل متوقع يا استاذ ممدوح انه الفريق يقدم افضل ما لديه في مباراته القادمه امام الاهلي على ارضه؟ يعني ربما يظهر بمستوى اعلى من مستواه المعتاد. هو واصل معاه المدرب لحاله نفسيه وذهنيه عاليه قوي، وزي ما بقول لك كان بيلعب مباراه بطوله وديه كسبوها اول امبارح، بارسياتك اللي هي بتاع الموسم دي كان بطوله وديه كسبوها. ففي زي ما بيقولوا عليه عالي وتركيز عالي قوي والحمل البدني عالي، فهو طرح لفريق جاهز اكتر منك. انت عندك الموسم ما بداش، هو عنده كده رسميا الموسم بدا. فانت بتتكلم في فريق جاهز فنيا بدنيا، عنده عناصر مزعجه، عنده ناس قدام مزعجين بامانه. بس الفريق تاريخه محدود جدا كرويا يا كابتن ممدوح، ولم يصل الى حتى اول مره يصل الى دور ال 16 في تاريخه. طب ما كان كامبالا سيتي كان محدود وكسبنا 1-0 على ارضه. ان احنا ما ينفعش نستهين باي فريق حتى مع الفوارق في الكرة. خالص انا تاريخ وجغرافيا وفيزياء وكيمياء احنا احسن، لكن جوه الملعب
ما كان بيقول ما عندناش انت النهارده مع احترامي دخلنا ماتش السعوديه في كاس العالم وانا كنت من الناس قلت احنا مش هنكسب اي ماتش وانت في ايه يا خبر ابيض شوف انت عندك كام محترف وما عندك كام محترف خبرات في صالحنا المحترفين واللاعبين احنا عملنا ايه؟ لقينا لعيبه لا حول ولا قوه وفريق بيخسر في الدقيقه 90 بلس واحد دايما هي العاده بتاعتنا بتخسر 2-1 غريبه يعني لا والحقيقه اداء شكله افضل كان واستحواذ اكبر للمنتخب السعودي وشكل يعني كان صادم للجماهير جدا شوف بقى تمنك انت كام؟ كان تمن محترم طبعا المنتخب السعودي تمنه كام؟ عدد الخبرات في صالحنا بالظبط عندك ثالث اغلى لاعب في العالم لو محمد صلاح هم محترمي بعتوا لعيبتهم في اسبانيا ياخدوا احتراف ياخدوا احتراف طيب قبل ما نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا التقرير التالي عن اراء وتوقعات الجماهير للمباراه اللي جايه احنا بقى شايفين فرقه تاونشيب ازاي هل فكينا شفرات الفريق ده ومفاتيحه بقت معانا بعد الفوز 3-0 هل المهمه المفترض تكون اسهل نسبيا على اللاعبين والجهاز الفني ولا ده بيعوضوا الطقس والارض والجمهور اكيد كارتيرون والجهاز الفني المحترم برضو معاه محمد يوسف كده لا قاريين صح يعني عجبني في كرتون الشوط الثاني تغييرين الاثنين بتوع اسلام محارب والولد الثاني اسمه ايه ده الثاني برضه اللي هم الاثنين دول بصراحه قلبوا المباراه وانا اعتقادي ان الكرتون ده دماغه حلو قوي وانا بيعجبني قوي المدرب العادي اللي هو يركز في الملعب ما يتعصبش ما يشتتش تفكير اللعيبه لا هو قاري صح فانا في اعتقاده قرا صح بس انا اتمنى ان الاهلي يمتص بس الغضبه والدفعه الاولانيه دي بتاع التاونشيب دي في الاول عشان يقول لجماهيرهم احنا هنا يعني متوقع ان تاونشيب يبادر بالهجوم يبدا كده طبعا هو جاي النهارده هو بياخد حياتك وش التورتايه اللي هو ايه يعني ايه ان هو ده اخر ماتش هو بعد كده ما حدش هيتفرج عليه هو بعد كده عنده سياده الكمبالا وعنده ما فيش حاجه ثانيه هيتفرج عليها هو الاهلي جاي له فهو عاوز ياخد يعني زي كده ايه يعني طلع هل بتصنفه في نفس المستوى او قريب فنيا من كامبالا سيتي ولا لا؟ كامبالا اعلى سنايه لان كامبالا مشاركاته افريقيه اكتر فبالتالي وبيبين هو السنه دي بنفسك فمعنى كده ان هو بيعلى لكن توشيب ده جاي يتفسح جاي يتنزه جاي يعمل وجود في البطوله لكن مزعج ده يقلقك احيانا الفرق دي تقلقك بتبقى مشكله يعني طبعا. حضرتك تعلم انه دايما الفريق اللي بيخسر اول مباراتين له يتاكد خروجه من النهائيات عاده ما بيكسب مباراته الثالثه ما يعني هو ده اللي بيأثر بس على النتائج هو بس ان هو قبل ما يمشي يلعب مباراه كويسه بس لك احنا حتى ما عرفناش نعمل دي بس مش مشكله مش مشكله بس لكن المباراه دي عملت ده في المباراه ما انا بقول لحضرتك ده هو كده انت بتسيب بصمه البصمه ده حساب مين بقى وتسمع اكتر ساعات بتخاف من الفريق اللي ما عندوش تاكو ولا جمل لكن فبالتالي بص في حساب مين فريق تقيل فالناس تفتكر لغايه البطوله الجايه مش ده اللي كسب كذا تفضل بقى ينكد علينا وعلى اهالينا كلنا بتبقى صعبه طيب خلونا يعني احنا هنتابع طبعا تفاصيل اكتر في تقرير هنتابعه بعد قليل اراء الجماهير وتوقعاتهم عن هذه المباراه لكن بالحسابات الفنيه الناقد الرياضي الاستاذ ممدوح فهمي يميل الى ان كامبالا سيتي افضل فنيه طبعا لا في لا يعني كامبالا مثلا سي مثلا 70% لا دول 60 بس لا كامبالا خبره انت بتتكلم في فريق برضو نسبيا عنده خبرات خبرات في بطولات افريقيا بتفرق معاه الاهلي خد 8 بطولات افريقيا ليه ما حد سالي الاهلي عنده خبرات من سنه 77 ب 77 هو بيشارك فيخرج ويخسر تعلى الخبرات فيجي في 82 الجيل المحترم كانت الكابتن الخطيب كابتن عبده ومصطفى يونس جبتها فياخد لك البطوله يجي في 83 يوصل النهائي فيخسر مش كلها خبرات فانت بعد كده تاخد كاس ابطال افريقيا ابطال الكؤوس 3 مرات وبعدين تكمل فتاخد رقم قياسي ريال مدريد واخد 11 مره دوري ابطال اوروبا ليه؟ ما دي خبرات هو ده اللي بنتكلم فيه دايما الخبره مع النجوم مع فريق تقيل محترم يفرق معاك طيب في راي في الحالات اللي زي دي اللي هي الكيس اللي قدامنا فوارق الخبرات والتاريخ اللي بيميل لصالح النادي الاهلي ولاعبيه في الملعب تمام تاونشيب رولرز هل احنا نقول الحسابات العاديه بتقول ان المفروض الاهلي يلعب المباراه دي اللي عايز ينافس على اللقب هيبدا ويبادر بالهجوم وممكن يحرز وبيلعب على الثلاث نقاط خارج ملعبه ولا البدايه دايما بتكون كلاسيكيه وان صاحب الارض بتبقى له السيطره ايا كان مستوى الفريقين لازم في الاول لازم تعتمد في حذر لان انت بتتكلم في جمهور وملعب مش بتوعك صح وفريق عنده روح حتى لو بيطلع في الروح لا غير بقى الطقس وارضيه الملعب الحاجات اللي بتبقى كل فانت بتتكلم في اول ربع ساعه 10 دقايق انت تلم الليله ما تضغط قفل مكانك صح تمسك كوره تقف عليها تبدا ترمي كور لقدام بحيث ازارو او يعني هيلعب مين بقى في خط الهجوم يبدا يشكل هجوم ده يعمل معاك توازن نفسي في الهجوم بحيث بعد اول ربع ساعه تمسك انت الكوره تبدا تتحكم في خلاص بقى انت قريت الليله ماشيه ازاي لكن انت في الاول لو انت اندفعت وهو لا قدر الله يعني هجمك وانت لسه بتقرا الملعب وبتقرا الدنيا ماشيه ازاي لا دي من عندك قلق لان ممكن بعد لحظه والتاني يجيب جون تاني فيعمل لك مشكله هدف اخر يعمل لك مشكله خصوصا بقول لك برده ما زعلش من كلامي الحكام برده
بيبقى ليهم برضو يعني احيانا دور، فانا اخشى برضو حكم فيبقى في دنيا برضو مش لطيفه، فاحنا خلينا نامن نفسينا في الاول اول 10 ربع ساعه، بعد كده امسك انت بقى الملعب زي ما اتفقنا وفكر في احراز الاهداف في التقدم بعد. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير واراء الجماهير او مطالب ورساله الجماهير اللي بيوجهوها لنجومنا قبل المباراه القادمه. احنا كلنا بنتمنى للنادي الاهلي التوفيق وربنا يوفقهم في المطوشه اللي جايه، وبنقول لهم شدوا حيلكم واحنا معاكم بقلبنا وبروحنا وهنشجعكم، واحنا بنحبوكم جدا واحنا مفيش في القلب غيركم. اظن ان النادي الاهلي معروف دايما وطول عمره ان هو مفيش اي مستحيل قصاده، وان شاء الله زي ما كسبنا هنا 3 ممكن نكسب هناك اكتر من 3. احب افكرهم بتاريخ النادي الاهلي، مفيش حاجه اسمها ياس عند النادي الاهلي، دايما وابدا نازلين الملعب 90 دقيقه 95 دقيقه، عارفين ان احنا هنكسب في اي وقت وفي اي لحظه، واتمنى ان انتوا تطمنونا من اول الشوط الاولاني، ما نفضلش قاعدين لغايه الشوط الثاني واخر الشوط الثاني لغايه ما نكسب. واظن ان شاء الله ممكن نعدي التلاتة ونلعب ماتش احسن من اللي لعبناه هنا ان شاء الله. اتمنى من الفريق ان هو يعني ربنا يوفقه سبحانه وتعالى ان شاء الله، ويكون على قد المسؤوليه زي ما فرحنا كده في المباراة السابقة وجاب 3-0، كان ده شيء كويس جدا لنا، فأتمنى إن شاء الله إن هم برضو يفرحونا ويجيبوا سكور كويس جدا بإذن الله. أنا حابب أقول للعيبة إنه المباراة الجاية مباراة مهمة جدا، وطبعا أنا عارف إن لعيبة النادي الأهلي لعيبة المواقف الصعبة وعندهم إرادة غير عادية، لأنهم بيحملوا الإيمج بتاعت مصر، بس مش الأهلي فقط وإنما مصر كلها، فهم في أفريقيا هيتحدثوا باسم مصر. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله، ولعيبة الأهلي من الناس اللي هم متعاونين ومتحدين ومش ما فيشهم حتة الأنا ولا الأنانية، فإن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله عشان يرفعوا اسم النادي الأهلي فوق كل الأندية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إحنا كل اللي نتمناه في البطولة الجاية إن الأهلي ياخد البطولة بتاعت أفريقيا، لأن هي طبعًا هي دي الأمنية الوحيدة اللي إحنا محتاجينها دلوقتي الفترة اللي جاية، يعني هو ده أكبر بطل هيبقى المشككين في قدرات النادي الأهلي البطولة أفريقيا اللي جاية والوصول لكأس العالم للأندية، والأهلي فوق الجميع. إن شاء الله نكسب ورئيس الأزهر هيجيبكم. عايز أقول إن شاء الله ناخد بطولة أفريقيا ونكسب. لا فوق الجميع. الناقد الرياضي الأستاذ ممدوح فهمي، آراء الجماهير اللي بتتمنى وتتوقع إن شاء الله الفوز في المباراة الجاية أمام يوم السبت القادم أمام تاونشيب، وإن ده هيكون المدخل الرئيسي للنادي للعودة للتألق والمنافسة على البطولة والعودة لكأس العالم للأندية إن شاء الله. متفائل بنسبه قد ايه اننا قادرين على تحقيق الهدف ده في الفتره الجايه؟ ان شاء الله 100%. لا ده بص حضرتك تختلف وتتفق، الاهلي يمرض ولكن لا يموت. بمعنى ايه؟ لو حتى في دوري ابطال افريقيا طالما انت عندك التوليفه الصح من لعيبه قادره توصل للهدف، ومدير فني صاحي وفايق ومش وبيفكر وبيستجيب للاعتراضات مش بتمسك برايه، تاكد انت ماشي صح. يعني كارتيرون في الماتش الاولاني لا ادار صح، الشوط الثاني تغييراته رغم الاول قلت تاني نزلوا بامانه، قلت له نزلوا لقيته ليه نزلوا بامانه، عدل شكل الفريق بامانه، فوقوا الفريق واخد بال حضرتك. فانت بتتكلم في فريق عنده القدره عنده الروح عنده اداره محترمه بتوفر كل حاجه، عنده الاراده ان يوصل لده، ودايما الكبير لما يصمم حاجه يوصل لها. طيب هل متفق مع القرار اللي بتقول انه لو فزنا ان شاء الله وصلنا لرصيد 7 نقاط في حاله الفوز ان شاء الله يوم السبت، هل ده خلاص هيبدا يطمنا اننا رجعنا بقى بقوه خلاص في 90% انت رجعت موقفنا اتغير تماما خلصت. انت عندك كامبالا وعندك بعد كده الترجي هناك، انت عملت دور مع الترجي مش وحش، كسبت بقى كويس، لا قدر الله لا قدر اي خساره برده مش فيش مشكله، لان انت عندك بعد كده كامبالا هناك، عندك 10 بونت يساعدوك يعني من غير ما تحسب حسابات مباراه الترجي خالص، لانها بين متنافسين بالزبط. عندهم خبرات وفريقين كبار بلغه الكوره، فكل شيء بيبقى خارج التوقع، والترجي على ارضه صعب وفريق بطوله وفريق بطل واخد رابطه احنا قدرنا قبل كده نحرز بطولات ونكسب هي بقى دي. على ملعبه هو ده الاهلي بقى دايما الاهلي في المواقف الصعبه تلاقيه، ودي ده روح الاهلي
انت دايما في المواقف الصعبه تلاقي الاهلي لا طالع. فانا بقول لك لا، نسبه 90% الماتش الجاي يبقى انت ان شاء الله صعد، عندك بكيه الترجي هناك، بعد كده عندك كامبالا سيتي هنا على ارضك. انت لو كسبت كامبالا سيتي 2-0 انت صعدت بفرق المواجهات المباشره، وكسبانك 1-0 انت تزود 2-0 انت صعدت. طيب المجموعه اللي موجوده حاليا من نجوم مصريين واجانب في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. كنا بنتكلم مع الكابتن محمد فضل مدير التعاقدات في النادي، بيقول انه النادي يرى انه في هذه المرحله قد يكون الافضل هو الاستفاده بافضل شكل ممكن بكل الكوادر الموجوده في الفريق، وانها متكامله، وان النادي ليس في حاجه ماسه الى لاعبين جدد، وان ده هيكون حسب الحاجه اليهم. متفق مع الكلام ده ولا لا؟ وهل شايف الفريق متكامل ولا محتاج لاعبين؟ 100% متفق، بس حته صغيره قد كده واقفه في زور. انا الاهلي محتاج طبعا كابتن حسام عاشور لعيب قد الاهلي كتير قوي قوي، بس انا محتاج هاف ديفندر في الوسط، ومحتاج راس حربه مع ازارو، بس الا لو صلاح محسن جاهز، لكن غير كده لا. المجموعه الحاليه رائعه. الولد اللي جابوه ده اللي هو كولوبيا سليف هايل بصراحه، ولد هايل بامان. وعندي زي ما بقول كده، عندي احمد فتحي باك رايت، عندي محمد هاني، عندي بس هما الاثنين هاف ديفندر يقف على رجليه جنب وراس حربه مع ازارو، او على الاقل جهز لي صلاح محسن بس، لان برضو انا ما اضمنش ازارو، ايقاف لا قدر الله، اصابه لا قدر الله. هو كمان بدنيا تحركاته وحالته البدنيه والطبيه رجع مروان بقى محسن بنسبه 100%. جميل. فاضل التهديف بس، يعني فاضل انه يرجع للتهديف. دي حسيت المباراه شغل فني دي بتيجي بقى بالمباراه، لكن انا بقول لك محتاج مع ازارو حد. ازارو فكره عجبني قوي الماتش الاخراني، بدا ينوع في لعبه، بقى في نحمحه فنيه، بيعرف يرقص، بيعرف يروح، بيعرف يعمل تريكات، بقى حاجه مختلفه عن الموسم اللي فات، وهداف طبعا. لكن انت بتتكلم محتاج برضو نفس التقل ده معاه، لو في حاله لا قدر الله غاب لسبب او لاخر يبقى حد بيحل محله، ما يغيبش ازارو الدنيا تبوظ. ازارو ده يعني ناس كتير بتتوقع له انه في يوم من الايام بعد ما ينهي مشواره ويحقق نجاح هنا ان شاء الله مع النادي الاهلي انه هيخرج في صفقه ضخمه جدا. ده لازم اقول لا بص حاجه، الاهلي لعيب متكامل. لا الاهلي متكاملة. الاهلي يعني دايما عينه ثاقبه في معظم لعيبه افريقيا اللي جابهم، والتاريخ يقول كده مش انا اللي بقول كده. فيليكس حاج لو فاكر يعني كذا لعيب جه الاهلي بامانه، ومنهم اجايه ده لعيب حكايه. لعيب ممتع. لعيب حكايه. وستايله مميز جدا، ومهاري وعنده كنترول عالي جدا على الكوره، بس في ناس بتقول ان اجايه بقى لو بقى ايقاعه اسرع من كده في حركته بالكوره هيبقى هيعدي جامد. بقولها بس هو الولد بامانه مقدم الاهلي. لعيب مهاري. موسم هايل الموسم اللي فات، الماتش اللي فات عامل شغل كويس قوي قوي قوي. ازارو بصراحه ربنا لا تحسن تطور، بيعرف يراوغ يقف على كورته ويعرف يروح، ده جميل. فالاهلي اعتقد ازارو لما كانش هيجي له عقد محترم كبير الاهلي يفرط فيه. عشان كده اعتقد ان وصلوا للتوافق على استمراره الفتره دي. الاهلي عنده طموحاته وما يقدرش في الوقت ده يفرط في عناصر مؤثره كده. محمد انت محتاجه في ظل الدعم، مش هقول المهول، المغول، الغول اللي داخل هنا في الدوري. انت بتتكلم عن صفقات، انا بكلم نفسي بقى، لا عيب انا احترامي غير ذكي اسماء، فشل في تجربته ببازل، وفشل في امريكا و100 مليون جنيه ما اعرفش ازاي، غير ذكي اسماء ما اعرفش، لعيب ثمنه 40 مليون جنيه بأمارة ايه؟ يعني حضرتك شايف ان الاهلي محتاج يتمسك بكل اوراقه الرابحه ونجومه في الفتره دي بل ويضيف عليها، لانك شايف المنافسه هتشتد في الدوري. ده المنافسه هتبقى نار. انا بتكلم عندك ان انت النهارده بصراحه ربنا، انا بحس ان الاهلي الموسم الجاي ده مستهدف. انا بكلم بامانه، انا حاسس الاهلي الموسم الجاي ده مستهدف. طب ليه شايفه كده يا استاذ ممدوح؟ ليه مش شايف انها هتبقى فرق عندها بعض المميزات حتى لو كيانات جديده او خبراتها بالكوره حديثه، ولكن تمويلها ضخم جدا فهتدخل في المنافسه، انها تقدر تشتري عناصر مميزه، ليه شايفها بشكل انا عارفك بقى قد ايه؟ كتير صح؟ المبالغ اللي بتتعرض دي بذمتك انت وانت راجل يعني مذيع جامد قوي، ربنا يخليك بالله عليك تتوافق مع الدوري بتاعنا، مع اللعيبه بتوعتنا، مع احترامنا لعيبتنا فوق دماغي، من فوق، من صغار من كبير، تتوافق معاهم بأمارة ايه؟ شايف ان ده متناقض مع حجم الاستثمار في الدوري عندنا وطبيعه الدوري. لما ادفع لعيب 100 مليون جنيه هو فشل في بازل وفشل في امريكا، ده بأمارة ايه؟ طيب هل ربط بين الاحداث الفتره اللي فاتت والشخصيات والاسماء خلاك تصل للاستنتاج ده؟ أي ده موقف فيه حساسيه مباشره من النادي الاهلي او تعمد، لان دي باينه بروح الشمس. مع احترامي ما حدش يجادلني في ده، باينه. ده انت جايب من البرازيل وامريكا الجنوبيه ومش عارف امريكا الشماليه ومش عارف امريكا اللي فين حته ثانيه، في كل حته جايب لعيبه، ده فوق دماغي من فوق، وجايب لعيبه معلي اسعارها بشكل مريب، مش غريب، مريب.
علشان توصل لهدف. هدفك ايه؟ تفتكر ان ده يعوض الخبرات او يستطيع ان يواجه الخبرات اللي في النادي الاهلي اللي هي خبرات كتير قوي؟ تمام. مش قدرات اداريه او تمويليه، لا بس حصيله خبرات، سنوات من النجاح، جماهيريه ضخمه، محبه على مستوى العالم العربي والقاره الافريقيه، وسيط ضائع عالميا، جماهير حدث ولا حرج، اعلام يحب النادي الاهلي. هل ده كله تقدر تضعه في كفه او توزنه امام فكره التمويل الضخم؟ بس هقول لحضرتك، هو الاهلي محروم من اهم عنصر عنده اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الجمهور. في جمهور بيروح المباريات، ان دي ميزه بيفقدها النادي. انا زي زيك، انا بقى اجيب لعيبه بقى زي ما اطلع بجيبه بقى بمليار زي ما بيطلعوا، انا زي زيك. العنصر اللي عندك اللي دايما بيخليك انت ليدنج وعلى الانديه الثانيه الجمهور بتاعك، الصوت اللي بيرج الملعب، ده مش موجود. طب هنرجع بقى لقضيه الجماهير، لانه دايما في اراء بتتفق معاك يا استاذ ممدوح في انه الانديه الشعبيه الجماهيريه في مقدمتها طبعا النادي الاهلي طبعا هي الاكثر تضررا من فكره اكيد يعني المدرجات الفاضيه. طب ده مؤثر جدا حتى بالسلب على المستوى الفني للاعبين. تمام. طيب هنشوف تقرير اخر، اراء النقاد والصحفيين وتوقعاتهم وقراءتهم للمباراه اللي جايه في البطوله الافريقيه بين الاهلي وتاونشيب، ونرجع نكمل كلام. طبعا مباراة صعبة، انت بتلعب فريق برضو مش سهل، انت يمكن كسبته بسهولة 3-0، لكن هو فريق قوي وعلى ارضه هيبقى قوي جدا، وخاصه بعد الخسارة منك. فاعتقد ان الاهلي دي مباراة مهمة جدا بالنسبة له. الاهلي لو قدر يعدي المباراة دي يكسب هناك او حتى يتعادل هيبقى بنسبة كبيرة جدا وصل عدى الدور المقبل. فاعتقد ان المباراة قوية والاهلي اكيد جاهز حتى رغم الظروف الموجوده. يمكن الاهلي هنا في اول مباراه مع المدير الفني الفرنسي الجديد باتريس كارترون قدم مباراه كويسه، الاهلي كسب 3 مش باداء كويس قوي، بس على الاقل الجماهير اطمنت شكل الاداء وشكل اللعيبه والخطه. فاعتقد ان لسه في تاني الفتره الجايه، ومع المباريات ومع الدوري لما يخش برضه يبقى في شغل احسن. الاهلي عمل جيم كبير شوط تاني الماتش اللي فات، ومتهيألي ممكن يبدا من ده، يعني يبدا من ختم بيه الماتش الاولاني، ولازم يكون اللعيبه عندها نفس الروح ونفس الحماسه انه يكسب. ده ماتش ما فيهوش بالاسم على اتنين، لازم الاهلي يكسب وعشان يكون عنده حظوظ اكبر في الصعود بعد البدايه المتواضعه بعد الشيء في اول ماتشين. كارتيرون بدا يعني وضحت لمسته في الشوط الثاني بعد التغييرات اللي عملها وتغيير طريقه اللعب الفرقه، في وجوه جديده، ميدو جابر بنشوفه بشكل افضل، اسلام محارب طبعا معودنا انه بينزل بديل كويس. الفجوه اللي هي مكان عبد الله السعيد اللي ممكن دي اللي يكون لسه فيها شويه مشكله، بس واضح من التدريبات ان هو عنده خطط بديله وكذا لعيب، شايف الامور مستقره. لو اللعيبه اتعاملت مع ظروف الحر والحكام في افريقيا بره بشكل افضل نقدر نخرج بنتيجه ايجابيه، وده المطلوب يعني. طبعا انا شايف يعني ان تحقيق الاهلي الفوز في المباراه الاولى كان مهم جدا بالنسبه لكل العناصر داخل النادي الاهلي، سواء اللاعبين كبدايه موسم جديد واستئناف مشوارهم في البطوله الافريقيه، كمان مستر كارتيرون اعتقد انه الامور بالنسبه له في اول مباراه كان مهم ان هو يحقق الفوز علشان يدي ثقه للناس ويدي ثقه للجمهور والمجلس الاداره واللعيبه، فاعتقد ان ده كان فوز مهم للغايه. المباراة الثانية كمان اعتقد الثقة هتكون اكبر، الثقة هتكون افضل عند اللاعبين والجهاز الفني، الفوز فيها مهم، اعتقد الفوز هيقرب النادي الاهلي بشكل كبير من يعني تعويض المباراتين الاولتين، وبالتالي كمان هتكون بداية قوية قبل بداية الدوري العام بالنسبة للنادي الاهلي. الناقد الرياضي الأستاذ ممدوح فهمي، كنا بدأنا نتكلم قبل التقرير وقبل التوقعات طبعا والتأكيد من النقاد الرياضيين اللي شفناهم في التقرير اللي بيتفقوا مع الجماهير عن أهمية المباراة اللي جاية، مباراة العودة في بوتسوانا أمام تاونشيب رولرز. هنتكلم شوية عن فكرة عودة الجماهير وضوابطها وإزاي نحققها، وإنها زي ما قال الأستاذ ممدوح واتفق معاه نقاد كثيرون إنها مؤثرة بالسلب على الكيانات الكبيرة في مصر في كرة القدم وفي الرياضة في مقدمتها النادي الأهلي. هل نقدر نرجع الجمهور؟ بقالنا سنوات بنتكلم عن ده وفي إشكاليات كانت أمنية وسياسية وثقافية في مجتمعنا وبنحاول نحل ده تدريجيا. هل شايف أن الموسم الجديد هيشهد فارق كبير، ولا هنمشي برضو في تجربة توقعاتك أن هنمشي في تجارب بنسب صغيرة جدا أو أعداد من الآلاف، يعني بضعة آلاف لن يزيد الأمر على هذا؟ ما هو ده حصل فعلا. أنت بتتكلم من اتحاد الكرة قال ان هو 2000 في مباريات اللي هي جماهيريه اسماعيلي الاهلي زمالك كده، وخمسه في المباريات الثانيه. هو حد يقول كده؟ طب انت مش قادر تنظم مسابقه، امال هتنظم ايه؟ عندك اتحاد كوره مش عارف تنظم، يقول لك قال لك الامن. طب يا فندم اعمل
الفان اي دي دي اللي هي اللي هو بطاقه الخروج الدخول زي اي دوله ثانيه وين بيانات وكل حاجه. الكلام ده ما اتعملش ليه؟ يعني الناس اتشغلت في الصفه لكاس العالم وحضروا المباريات وخدوا كل الناس اللي بيحبوهم بيحبهمش وحضروا وتمسحوا وانبسطوا. طب باور بقى المسابقه اللي انت بتنظم، يدينا بقى حاجه. انت هتعمل مسابقه جديده محترمه، هندخل اجيب نظام 1 2 3 دخل بيانات. يعني انا سمعت امبارح حاجه محترمه ان الاهلي عامل اللي هو التيكت سيزون، حضرتك التيكت سيزون دي الاهلي عاملها وطبقها، شيء محترم. ما تعمل انت كده، اعمل تيكت سيزون. انا قعدت مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه فقال احنا عاملين حمله هتبدا اعتقد حياتك من 1/8 الفتره الجايه دي، هيبقى فيها مشارك فيها بعض نجوم الكوره وبعض الفنانين، ان هنجيب المشهد ده بتاع كاس العالم انت عاوز تبقى كده، ولا نجيب مشهد الجلابيه ماتش الزمالك الشهير انت عاوز تبقى ده، يوم مش هتخش هنبقى ده يبقى متواجد. ده جميل. انا بقى كاتحاد عملت ايه؟ حمله توعيه. حمله توعيه لان الناس نبدا بنفسينا. يعني انا بستغرب احنا ليه بره نبقى حلوين وملتزمين وزي الفل، نيجي بلدنا نعمل حاجات تانية غريبة. يعني احنا نظام بعد خاف يعني، ولا مش فاهم مش عارف. يعني انت راح تتفرج على ماتش تبقى تلتزم اللي موجود فيه، تتفتش تفتش ايه المشكلة. يعني زمايلنا اللي سافروا كاس العالم حكوا الناس واقفة قدام البوابات كل احترام، حضرتك معلق الاي دي في قدامك، يعني جزء طبعا للسيدات وجزء الرجال، بيفتش عليك، معاك شنطة بيشوف فيها ايه، معاك لابتوب يقول لك افتحه واقفله عشان نشوف حاجة، معاك موبايل توريه له، كلام عادي جدا. هل ده احنا ده صعب علينا؟ ما احنا بنتكلم 7000 حضاره على ايه ده كله؟ لازم اخلاقياتنا تسير ده. ما انا كشاب رايح الماتش اعمل ايه؟ استمتع بالمباراه، يبقى استمتع بالمباراه وعادي جدا. الناس بتخسر والناس بتكسب، خسرت خلاص هارد لك كسبت، بس يبقى في نظام بالاضافه يبقى في اجراءات امنيه، اللي يغلط يتعاقب واللي يخاف ما يروحش. هل تتوقع ان الدوري يستمر على نفس العدد الاولي اللي تم الاتفاق عليه للحضور الجماهيري، ولا متوقع لو التجربه بدات بنجاح انها تزداد خلال الموسم نفسه في الدور الثاني لو التجربه نجحت والناس التزمت؟ وده نتمناه عشان احنا يعني عاوزين الملعب، شكل الملعب يا استاذ محمد بيفرح. يعني كان دايما كابتن لطيف رحمه الله يقول لك ايه استاد القاهره دوت، يقول لك مرعب للمنتخبات الزائره. يعني مش اي منتخب افريقي، الكاميرون جاي قدامنا الصور اهي. الجمهور لما بيملى الاستادات طبعا حاجه ثانيه، ينزل 50% ليك بس ثقه وبس قلق في المنافس، جمهور صوت الجمهور. هي روسيا عملت الطفره بتاعتها وخرجت بصعوبه كاس العالم، جمهور روسيا كانت بتقدم حاجه بكاس العالم، دي خسرنا كل ماتش وديه متعادله ماتش واحد، لكن جمهور في روح ده مش موجود عندك. النهارده ب 50% عندك نجاح جمهور. اي نادي شعبي ريال مدريد برشلونه اي فريق ده جمهوره هو اصلحه الاول. ما انت بتعمل الكوره عشان ايه؟ عشان الجميع. عارف فكرني واحد قال لي ايه؟ قال لي كانه فرح من غير معازيم، هينفع؟ خلاص المباراه ملهاش طعم، بس بتفقد يعني كانك بتعمل روح الملعب محترم للجمهور. طبعا فالنظام طيب. مهم. يعني حضرتك شايف انه المسؤوليه الاكبر على الجماهير نفسها. ده لازم انت النهارده لازم اعلم ابني وانا خارج من البيت رايح فين يا ابني؟ يقول واحد هيقعد ماتش، هتعمل طلعت هيقعد ماتش، معاك تذكره؟ معاك تذكره، تروح خد معاك ميه، خد معاك حاجه ساقعه. خليني بقى اشوف وجهه النظر الثانيه عشان الناس ما تقولش انتوا دايما بتتبنوا وجهه نظر الدوله او المسؤولين في الانديه او الامن او الجهات الرسميه وبتغفلوا وجهه نظر الجمهور. اتفضل. احنا طالبين الجمهور يبقى اداؤه زي الجمهور اللي كان بيتابع كاس العالم في روسيا. حلو جدا. طب هل احنا على قدرتنا بقى كمسؤولين في ادارات الانديه، امن الانديه، وزاره الداخليه ومسؤولياتها في التنظيم وفي التامين والتنسيق مع اتحاد الكوره، هل احنا عندنا كمان نفس الثقافه اللي بنطالب بيها الموجوده في المجتمع الغربي في سرعه الاجراءات، تمام، في التعامل بشكل ادمي مع الملتزم، التعامل تمام بشكل انساني جدا مع الناس، جميل، ان احنا نراعي اصحاب الحالات الخاصه، ان احنا تمام نعمل مداخل وبدائل للتحركات تخلي الامور سهله، مش نكدس الجمهور كله عند مكان واحد. برافو عليك. عندنا حسابات كتير قوي معقده. المثل بيقول لك يا استاذ محمد ابدا بايه؟ بنفسك. هعمل اللي عليا، هروح والتزم واقف في الطابور، اوكي؟ ومش هاخد معايا حاجات خارجه، لا شماريخ ولا يحزنون، اوكي؟ لما هصدر المشهد ده للراي العام ويحصل تقسيم الطرف الثاني يبقى الخطا مش من عندي، مش بتاعتي بقى يا عم. لكن ما اخش الملعب بعد 10 دقايق شاموخ طالع يولع الدنيا، الاقي اتحاد افريقي مديني جزاءات وعقوبات. ما انا ابدا بنفسي الاول، انا كممدوح راح اعمل اللي عليا كجمهور واساعد الاجهزه والانديه وكل بالزبط حاجه، وبعدين اشوف بقى هم نجحوا في التصدي. اصدر لك بقى مش يا محمد، يا عم انا زي الفل اهو، انت عملت ايه؟ انا قصرت، يبقى قدام الناس انت المقص، تتحمل انت بقى. لكن انا رايح وفي نيتي اعمل مشكله؟ لا طبعا تتحمل، دي المشكله، او تعاقب عليها بالظبط كده. طيب هنتكلم عن ملف تاني ان شاء الله يعود الجمهور، وبالتاكيد زي ما قال الاستاذ ممدوح فهمي هو من اقوى اسلحه النادي الاهلي، جماهيره وصوت الجمهور وهتافه في المدرجات حتى بتوصل اللاعبين لمستوى من الاداء في الملعب، اعتقد انهم بيفقدوه بنسبه لو المدرجات. هقول لحضرتك يعني بنتحكي لك بس ماتش الاهلي وماتش انجلاد باخ، كنت اتغنن كده يعني، واخويا خدني وبتاع وجبنا ميه وخدنا خاص كام ده حضرتك 77 78 يعني، ودخلنا 120000
مفيش واحد اتصاب. هو ايه اللي جد علينا؟ ماتش الزمالك وكوتوكو في نهائي دوري ابطال افريقيا وبرده حضرته، كان هناك كانت مهمه شغل، 120,000 مفيش حد اتصاب. ايه اللي جد علينا؟ فانت صدق المشهد لصاحب القرار، قول له يا عم اهو انا اللي جايب معايا حاجه ولا يحزنون، دي ميه وكده ولا ما باخدش حاجه خارجه، وابقى ملتزم في المدرجات وشجع بشكل محترم، بعد كده ما حدش يلومني. هو ده الدكتور اشرف الصبح قال لي، قال لي اعمل حاله توعيه عشان الناس ترجع زي الاول، وده حقه، لما ارجع زي الاول حاسبني بقى. طيب خلونا نشوف جزء من اللاعبين في الفئات العمريه المختلفه، للاجهزه الفنيه، للمدربين، لكل العاملين في المجال الرياضي او الكروي، المحاضرات والخبرات اللي بيتلقاها كل واحد بيشترك بشكل او اخر في هذا المجال. خلونا نشوف كان في تنسيق بين لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم وايضا الجهاز الفني لفريق الشباب في النادي الاهلي بقياده الكابتن عادل عبد الرحمن لالقاء بعض المحاضرات. المزيد من التفاصيل هنتعرف عليها في التقرير التالي. كابتن عادل عبد الرحمن كلمني وقال لي عاوزك تدي محاضره للاعيبه كره القدم اللي هم 97 بتوع النادي الاهلي، كون هو طبعا مسؤول الاول فيها والمدير الفني، تعرف بمواد قانون كره القدم. بصراحه دي اول مره في حياتي تطلب مني، وما اعتقدش ان قبل كده في نادي فكر فيها بالنسبه للعيبه بتاعته. كان الاتحاد المصري قبل كده كان عامل ندوه للمديرين الفنيين والاداريين يحضروا التطبيقات الجديده لقانون كره القدم، بس اتفق مع كابتن عادل قال لي لا انا عاوزك تدي لهم القانون من اوله لاخره. فكره كانت كويسه جدا، كانت محاضره زي ما حضرتك حضرتها، كان فيها اسئله وجواب بين اللعيبه، في حاجات ما كانتش واضحه للعيبه برغم هم بيلعبوا كره القدم، لازم اللعيب يبقى عارف مواد قانون كره القدم. طالما ان اللعيب عارف مواد كره القدم ممكن يستفيد بيها جدا في الملعب، في حاجات كتيره جدا ممكن ما كانش بيعملها هيعملها وتفيده، في حاجات كان بيعملها يتجنبها عشان برضو الكارت الاصفر او الكارت الاحمر. فكره بصراحه كانت جميله جدا من كابتن عادل، اتبسطت بصراحة ان بناقش مع لعيبة اكيد هيبقى ليهم مستقبل كبير قوي باذن الله في منتخب مصر او في الاحتراف بره، وانا اتبسطت بصراحة من كوني متواجد النهارده معاهم. يعني احنا تلقينا دعوة كريمة من الكابتن عادل عبد الرحمن للتواجد هنا مع اللاعبين عشان خاطر نعرفهم قانون كرة القدم، ازاي يتعاملوا مع الحكم، التعديلات الجديدة اللي ممكن يقدروا يتعاملوا بيه داخل المباراة. وعلى ما اعتقد ان كان في تجاوب كبير من اللاعبين حتى من كمان الاداريين والفنيين في الفرقة، وده بيعكس كمان حتى اثره على الملعب في التعامل مع الحكام، في بيبقوا فهمهم، الفهم في حد ذاته بيخليهم على قدر من المسؤولية ويبقوا عارفين هم بيعملوا ايه داخل الملعب. انا قابل المهمة بتحدي كبير جدا، اننا ان شاء الله عاوزين نعيد تصعيد لاعبين كتيره من القطاع عندنا. طبعا الفرقه ال 97 هي الفرقه اللي متصله بالفريق الاول، واحنا تبع الفريق الاول لان هنبقى قريبين منهم. فانا يعني اهم حاجه عندي ان انا عايز لعيب يبقى مثقف، اداريا يكون مثقف، فنيا يكون على اعلى مستوى، لانه طالع يلعب في النادي الاهلي، طالع يلعب في الفريق الاول. عشان يطلع يلعب في الفريق الاول لازم يبقى الجوانب دي كلها متغطيه عنده، تكون بصوره جيده جدا، علشان احنا عارفين احنا في عصر احتراف، لازم اللعيب يبقى محترف في الحته الفنيه حتى في الحته التحكيميه. يمكن النهارده اختيارنا كمان للكابتن سمير عثمان، وكان اختيار موفق جدا، لان كابتن سمير عثمان من الحكام الهادين جدا اللي بيستفادوا منهم اللاعبين. فاحنا حبينا ان احنا نعمل تجربه، ان اكيد يعني يمكن انا اشتغلتها قبل كده كتير، وطبعا بموافقه لجنه الكره اتكلمت معاهم على اني اجيب كابتن سمير عثمان علشان يعمل لنا محاضره، وان شاء الله مش تبقى الاولى، ومش تبقى الاولى بس في التحكيم، لا هتبقى في حاجات كتيره قوي. المفترض اللاعب اللي هيطلع الفريق الاول في النادي الاهلي لازم يبقى مثقف كمان في حاجات كتير قوي ان شاء الله، برضه في محاضرات وفي تثقيف ليه من نواحي، من جميع النواحي، حتى الحته الطبيه كمان لازم يبقى فاهمها علشان هو برضه يبقى لعيب، هيبقى لعيب محترف. والحته الاداريه كمان احنا بنجيب له برضه ناس بيتكلموا عليها في الحته الاحترافيه الاداريه، حقوق اللاعب واللي عليه برضه احنا بنتكلم فيها. فاحنا في الاخر عايزين نطلع لاعب مثقف، لاعب يبقى على قيمه النادي الاهلي، وكمان بيسهل كتير قوي قانون اللعبه، بيسهل كتير قوي فهم اللاعب،
بيريحك وبيريح الحكم وبيريح وبيبقى انذاراته اقل. يعني حاجات فنيه انا اقدر اقول لك ان احنا استفدنا منها 100%، فان شاء الله تبقى فكره تطبق ونكمل ان شاء الله المسيره ان احنا نطلع لاعب للنادي الاهلي يكون من جميع النواحي مثقفين. طبعا الموضوع حسب ما عرض هذا التقرير بعض التفاصيل الخاصة بالمحاضرة وهذا اللقاء اللي شفنا فيه كلمات طبعا الشخصيات الرئيسية في هذا الحدث، انها مبادرة ما لهاش علاقة بلجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، هي مبادرة شخصية من الكابتن عادل عبد الرحمن كمدير فني لفريق الشباب ولاقة استحسان مجلس الإدارة ولجنة الكرة في النادي، وبالتالي استجاب لها ايضا بصفة شخصية عدد من أصحاب الخبرات كمحاضرين وحكام دوليين سابقين، كابتن تامر دوري والكابتن سمير محمود عثمان، ونتمنى أن التجارب دي تستمر. كابتن سمير وكابتن تامر وكل من يستطيع أن يفيد الأجيال اللي هتلعب قريب جدا سواء في المنتخب أو النادي الأهلي واللي هيكونوا مؤثرين بيلعبوا في الفرق الأولى في الأندية اللي بتشارك دوليا أو بيمثلوا منتخب بلدهم، أعتقد أن هم محتاجين لكل الإضافات الخاصة بوعيهم وإدراكهم وثقافتهم الرياضية، وده طبعا بيشكل جزء من وجدان اللاعب وقدرته على التعامل مع المناسبات الكبيرة أو البطولات والاحتفاليات الكروية والدولية الكبيرة. أستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي، رأيك إيه في اللي شفناه في التقرير؟ أنت بتتكلم بصراحة عن ظاهرة كل احترام، نرفع القبعة للجنة الكورة والكابتن عادل عبد الرحمن. ليه بقى؟ ده لعيب ناشئ مظبوط صاعد. جيل الشباب. جيل الشباب، دايما جيل الشباب عنده تسرع، عنده اندفاع. فأنت بتعرفه تمن اندفاعك في الملعب هيكلفك كذا. ده ما اتعملش قبل كده. هيكلف فريقك أو هيكلف فريقك كذا. فده جميل، ولما يجي من حكام دوليين محترمين لهم تاريخ لازم اقتنع. ما هو واقف قدام ده حكم دولي، حكم كاس ودوري وافريقيا ودنيا يعني. فلما اجي اقول له النهارده خلي بالك ده حكم وبيكلمك، فتيجي تلعب ماتش في سواء في الدرجه شباب دوري الشباب او في الممتاز مع الكبار، خلي بالك بقى تصرفاتك محسوبه عليك. لو انت خدت بالك من الانديه الكبيره بايرن ميونخ تلاقي نسبه الانذارات قليله. برشلونه ريال مدريد نسبه الطرد يعني قلما تحصل. ليه؟ عندهم حاجه اسمها تهيئه نفسيه، تهيئه نفسيه في التعامل مع الحكام، تهيئه نفسيه في التعامل مع الخصم، ما بينفعلش بسهوله، ما بيندفعش بسهوله، لان الثمن ده غالي، فانت ما تربي ده في الشاب او الناشئ الصاعد هيبقى عنده كنترول على نفسه في الملعب. ودي اول مره اشوفها بصراحه. فتحيه بامانه كابتن عادل. يعني تتمنى التجربه دي تستمر في جميع الانديه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي وجميع الانديه. ان عشان اقول للعيب الصغير ده خلي بالك تشويح الاعتراض الخروج عن النص لا ودي له خبرات من مواقف خلي بالك ده هيكلفك هتعمل كذا هتلاقي كذا هتعمل كذا تلاقي كذا فيبدا يراجع دماغه هو جوه الملعب بتشكل ثقافته هو لاعب مستقبلا هيبقى كابتن فريق هيبقى مدرب وهين على الخبرات دي يعمل كنترول على نفسه. كان طالع من مين؟ من حد محترم خبره كبيره كباتن زي دول في التحكيم لازم اقول لهم اذا تعظيم سلام اسمع لهم. فهي تجربة هنختتم حوارنا مع حضرتك بعدد من النقاط خاصة بقرارات اتحاد الكرة المصري الخاصة في الفترة القادمة، وهنتكلم كمان سريعا الوقت المتبقي للأسف يعني قليل جدا، هنتكلم بسرعة عن محور مهم جدا ألا وهو الزيارات الميدانية وتوزيع المهام والاختصاصات على أعضاء مجلس إدارة في النادي الأهلي والزيارات اللي بيقوم بها أعضاء المجلس بقيادة الكابتن محمود الخطيب للوقوف على عملية التطوير. خلونا بس نختتم التقارير الموجودة معانا في حلقتنا النهاردة بهذا اللقاء مع الأستاذ أحمد مجاهد، وبيطلعنا على القرارات اللي انتهى إليها اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. اجتمع مجلس الاتحاد برئاسة المهندس بريده بكامل هيئته، يعني الأعضاء التسعة كانوا متواجدين. طبعا كان في أمور كتيرة جدا، ولذلك مازال جدول الأعمال ممتد إن شاء الله بإذن الله للغد، لكن كان في ثلاث أمور رئيسية. أهمها طبعا المجلس قرر تشكيل لجنة لدراسة موقف المدير الفني والسيبيهات المنتخب الأول من الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن حازم إمام والكابتن عصام عبد الفتاح. في أسماء كثيرة مرشحة، ممكن يكون يعني أبرزهم يعني أبرز أربع أسماء في لويس بنتو ده الكولومبي وكيكو فلوريس وخفير أجري ووحيد خليل زيتش، دول الاسماء وهم بيدرسوا برضو امور ثانيه، وان شاء الله باذن الله ده مش جدول اعمال البلد لكن ده ممتد ان شاء الله باذن الله
للاسبوع المقبل. نمره 2 طبعا عندنا في جمعيه عموميه وافق مجلس في على جمعيه عموميه الاتحاد الافريقي، جمعيه عموميه غير عاديه الاتحاد الافريقي ان شاء الله تقام في شرم الشيخ في 30 سبتمبر، وديت لها اهميه طبعا كبيره جدا. اولا يحضرها ان شاء الله جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، والجمعيه ديت هتتضمن او ابرز ما فيها انتخاب عضو جديد في الاتحاد الدولي ممثلا لافريقيا بعد خلو مكان او منصب رئيس الاتحاد الغاني السابق كويسي النتاشي. تعرفين ان هو خرج او استقال، هو كان النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي وعضو الفيفا في المكان الخيلي، فان شاء الله في الجمعيه دي هيكون في انتخاب للمقعد الخيلي جمعيه في شرم الشيخ 30 سبتمبر. قبلها تعرفين في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي برضه هيكون موجود في شرم الشيخ، وده يعني حدث كبير جدا. القرار الثالث والاخير في جدول اعمال النهارده 30 سبتمبر الاخير في جدول اعمال النهارده ان تحدد ان شاء الله السبت 8/9 لمباراه مصر والنيجر في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم ان شاء الله باذن الله. وجاري التاكيد النهائي هل هيكون في الوقت ده استاد القاهره جاهز او هتكون في برج العرب لسه لم يتحدد الكلام ده، وبقيت جدول الاعمال ان شاء الله باذن الله بكل تفاصيله مفتوحه بكره ان شاء الله باذن الله لاستكمال الغد من الساعه 2-5 يعني. طبعا بكره الاربع كده كده يوم الاعلاميين، مفتوح للاعلاميين والصحفيين. معظم الامور هي امور طبعا خاصه بترتيبات الفتره الجايه على كافه المستويات محليا وفيما يتعلق بمنتخبنا الوطني الاول، وعلى مستوى التنسيق كمان مع الجهات الدوليه اللي الاتحاد المصري بينسق معها سواء الاتحاد الدولي او الكاف او الاتحاد الافريقي. هنكتفي بالحديث او بالتعليق مع ضيفنا الاستاذ ممدوح فهمي على النقطه الخاصه بانه في اربع اسماء جاري البحث عن التعاقد بشكل نهائي مع احد هذه الاسماء. رايك ايه في الملف ده يا استاذ ممدوح؟ هو الملف ده كان المفروض يتفتح من فتره ويتم الانجاز فيه، يعني كل يوم نسمع كلام هيرفي رينار وهيدخل روزيتش مش عارف مين. ده تضييع وقت. انت المفروض انت حاطط بادجت بتكلم الناس بتخلص بتنجز، انت فاضل لك شهر على التصفيات. انا رايي الشخصي ان اقربهم وافضلهم وحيد خرزيتش، ان هو ليه تجربتين ناجحتين تماما، واحده مع الجزائر مع الجزائر ومع اليابان، فده اعتقد مش هنجيب حد يجرب فينا، لازم واحد كده يجهز. هل ده مناسب لمستوى التعاقدات ماليا اللي احنا بندور عليه؟ لان كان عندنا خبر من كام يوم في حلقه سابقه كانوا بيقولوا انه طلب مبدئيا 200 وانه رافض التخفيض او الوصول الى 150 او 160 الف دولار، فاحنا بنطلع لرقم جديد. انت مش عايز تنجح انت جبت كوبك قاعد في بيتهم مظبوط، اديته حسب ما سمعنا 146 الف دولار، وطلع عيننا قبل ما صعدنا وجاب لنا القلب والسكر قبل ما صعدنا مظبوط. فانت هات واحد يكون تثق فيه حتى باللغه البلديه تمنه غير تمنه فيه، اديله يا سيدي وادينا منتخب محترم، منتخب يبقى ليه شكل، يبقى حد ما يبقى حد جاهز بفكره بدماغه، ما يجيش بقى يبقى حكر على حد وبقى حضرتك ويبدا يشتغل. لكن اجيب حد نجرب فينا وتديله اقل من المبلغ وبعدين تيجي تفشل يبقى عملنا ايه؟ تجيب حد يجيب لنا تاني سكر وضغط نص الشعب خلاص يعني. طب هل حضرتك شايف، بس عشان ننتقل لامر اخر، يعني ان وحيد خليل وزيتش عنده المميزات الفنيه اللي تخليه اولا يستحق هذه القيمه الماليه، وانه هيعمل فرق في شكل منتخب مصر وفي شكل الكره المصريه مقارنه بهكتور كوبر؟ انا كان نفسي يجي هيرفي رينار بتاع المغرب امان، طبعا صغير وبتاع وخبرات رائعه وراجل المدرب ومستوى الفرق اللي تولى تدريبها كلها بيعلى، يعني مدرب موهوب، انا شايفه مدرب موهوب. لكن طالما ده ما جاش انا عاوز حد يكون جاهز يا استاذ محمد، حد يكون عنده اكسبيرينس بالبلدي خبره، يجي يقول له خد شغل دخل المكنه. لكن حد لسه هيجي يقرا يعني خرزيتش عنده خبره في المنطقه العربيه مع الجزائر، وكان الجزائر بيتكلموا ومع اليابان والاثنين صعدهم كاس عالم وقدموا شكل حلو، فانا محتاج حد يكون عنده خبره يدخل لي القماشه يطلع لي او يدخل لي القط يطلع لي القماش، يدخل لعيبه المنتخب يقف مع رجليهم. احنا نشوف انتاج المدرب ده بسرعه على طول، ما فيش بقى خمس في تصفيات كاس الامم مثلا بالظبط، او ماتش عندك النيجر وانت في موقف صعب، انت خسران من تونس. طيب هنختتم الحوار مع حضرتك ب يعني تعليق سريع، الوقت مش هيتسع طبعا، كنا نتمنى نتكلم على الملف ده بس ناقشناه اكتر من مره خلال هذه الحلقه.
الزيارات وتوزيع المهام اللي بيقوم بيها حاليا مجلس اداره النادي الاهلي لتولي الملفات بشكل منفصل، وبيعودوا للتنسيق مع بعضهم في الاجتماعات والوقوف على ما انجزوه، وكمان الزيارات الميدانيه واللقاءات سواء مع المسؤولين في الادارات التنفيذيه او الاجهزه الفنيه او اعضاء النادي، والكل بيشارك في هذه الزيارات وفي مقدمتهم كابتن الخطيب. شايف اهميه ده ازاي؟ اهميه ده ان ده الاهلي مؤسسه تدار ليس عن طريق فرد واحد او مركزيه، لا كل واحد ليه مهام، كل واحد ليه تخصص بيشتغل فيه، في الاخر الكل بيجتمع وبيناقش. ده الاهلي صالح سليم، الاهلي حسن حمدي، الاهلي محمود الخطيب، هو نفس اللاين ماشي عليه. لو انت بصيت هتلاقي فوتو كوبي من كل واحد فيه، كل واحد كابتن صالح كده في لندن والاهلي بيدور، كابتن حسن حمدي مدي ملف كذا والاهلي بيدور، كابتن الخطيب نفس التربيه. هي دي التربيه والتنشئه بتاعت الاهلي، دول اولاد الاهلي، دول اولاد الاهلي. يعني طبعا الموضوعات كثيرة جدا وهنتكلم عنها في الفترة الجاية، اهتمام النادي بكل القطاعات، لكن في أمر أخير كمان عايز حضرتك تتكلم عنه. طبعا في شغل على مستوى الإنشاءات والأبعاد الهندسية والخدمية في النادي والتطوير داخل حدود وداخل النادي وخارج النادي كمان، أسواره وحدود النادي الخارجية، لكن في قضية تانية أنه المجلس منشغل حاليا كمان بفكرة المستقبل في الرياضه وفي كره القدم في كل اللعبات وبشكل خاص كره القدم وقطاع الناشئين، والمجلس شايف ان تطوير القطاع ده هيمثل نقله للنادي فنيا وماليا. طبعا راي حضرتك ايه؟ ده اكيد هو طبعا بص، اما يكون حد مسؤول عن مكان في الاهلي وعنده خبرات ولعيب كوره وعنده خبرات في الاداره تتوقع منه كل حاجه كويسه. ليه؟ الاهلي دايما مش بتاع النهارده، مش بتاع امبارح، ده بتاع بكره. يعني ده المسؤول في الاهلي ما فكرش النهارده عنده ايه، يقول لك النهارده عدى فاديني بقى بكره. فالاهلي بيحط سياسه طويله الامد، قعد جه حد بعديه، هو ده الاهلي بينظم لقدام. فالاهلي مع احترامي يعني مدرسه يتعلم منها الاخرون، الاهلي دايما بينظم صح، بيعرف يدير صح، بيدي شكل منظومه محترمه، مؤسسه متكامله، كل انسان عارف فيها دوره، ترس وشغال. لو ممدوح اتشال، محمد اتشال، دخل فلان، الترس شغال. دول ابناء الاهلي بيفكروا صح، الاهلي طول عمره بيدار بأبنائه بطريقة صحيحة، بعيد عن أي محترم شحنات، بعيد عن أي كلام ملوش لازمة. ده الأهلي اتربوا كده وهيعيشوا كده إلى متوقع أن الشغل على مستقبل النادي، وأن أنا ما اعتمدش بس على صفقات بمبالغ ضخمة، وزي ما حضرتك قلت بورصة الانتقالات في مصر وفي منطقتنا العربية بقى مبالغ فيها بشكل جداً غير معقول جدا، وأرقام بتحمل خزانات الأندية، واحيانا ما بنلاقيش المردود على نفس المستوى. يعني ممكن يبقى لاعب متميز بس كان مبالغ في قيمه الصفقه، وكانت يعني مضروبه في قيمتها مرتين بالزبط. في القيمه الفعليه او ثلاثه وخمسه كمان. فخلينا نقول مرتين على حضرتك، هل البديل ان وجد من فرق الناشئين والشباب واهتمينا بيها بالشكل بقى اللي يليق بالنادي الاهلي هنقدر نعوض ده مستقبلا، ونبقى كمان بنطلع لاعبين متميزين سواء للانديه الثانيه وبنسوق لمنطقتنا العربيه ولبعض الدول الاوروبيه؟ مليون المية. انت بتتكلم في مصنع لعيبه عنده قطاع ناشئين رائع ومحترم وكبير، وعنده يعني مفرزه بتفرز يعني ذا بيست زي بيقولوا. يعني انت بتتكلم النهارده على احمد حجازي، بتتكلم النهارده على مدام صبحي، بتتكلم عن نادي بيطلع نجوم ولاعيبه لبره، فاللعيبه دي بتطلع وتسكيلها انت وتديها الفرصه مخبر حياتك من هذا الكيان المحترم الكبير، اتفرج عليهم. فهو ده سياسه صح. النهارده اي في اي نادي في العالم، ارسنال ما خدش بطوله مع ارسنال فينجر كده، كان بيعمل ايه؟ يجيب لعيبه صغيره ويطلعهم ويسكلهم كده ويوضبهم ويلحقهم في الملعب. امال ارسنال كمان وبعدين وفي انديه كتير عملت ده الاهلي هو دي انديه كتير بتعمل كده، بس على شرط الاهلي بيعمل ايه؟ بيحافظ على الكيان الكبير، ان الفريق الكبير ينافس وياخد بطولات، في نفس الوقت بيطلع قطاع الناشئين لعيبه محترمه كبيره تقدر يبيعها ويكتسب منها ويعوض الفارق بين اللعيبه اللي بيشتريها واللعيبه اللي طلعها. دي سياسه محترمه اتمنى انها تتبع في جميع الانديه. ان شاء الله تكون طبعا ناجحه هذه السياسات في اداره النادي رياضيا وكرويا وخدميا كمان في الفتره الجايه، واستثماريا وتسويقيا. ان شاء الله يكونوا موفقين ونشوف مردود ده على نسب واعداد الناشئين اللي بتدخل على مراحل في الفتره الجايه مع الفريق الاول، وكمان بتنعكس على مستوى الاداء والنجوم اللي بتطلع وتجديد الدماء سواء في فرقنا الكبيره وفي مقدمتها النادي الاهلي او في المنتخب الوطني الاول. ان شاء الله. اشكرك جدا لوجودك معنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ ممدوح فهمي في نهايه هذا الحوار وهذه الحلقه من الاهلي في كل مكان. اشكرك شكرا. انا بشكر حضرتك تاني مره وعاضل احمد القناه الجميله. اشكرك يا استاذ ممدوح. مشاهدينا نهايه هذا اللقاء، بشكر حضراتكم على المتابعه والى اللقاء.